بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ما زلنا أيها الأحبة مع غزوة أحد، مع هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية، والتي ربي فيها ومن خلالها وعليها الرعيل الأول، وتعرفوا فيها على أسباب النصر والعز والتمكين، وكذا تعرفوا على أسباب الفشل والهزيمة والسقوط، وتعرفوا على طبيعة هذا الطريق وعلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل وعلى أساليب الباطل وبما تواجه. لما لا، وكانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل تبعا لسير الأحداث، موضحا ومرشدا ومعلما. ما أجمل هذه المدرسة وما أحوجنا إلى النظر إليها بين الحين والحين. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن انتهاء المعركة وعن حلول صلاة الظهر وعن نزول الصحب الكرام يتفقدون الجرحى والقتلى، وكم رأينا من مواقف عظيمة توضح معاني الشعور بالمسؤولية لدى الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم عشنا مع مشهد عظيم مؤثر بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من دفن القتلى ولم يصلي عليهم في هذا اليوم، توجه إلى القبلة وقال لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي، مبينا لهم أسمى معاني العبودية والاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى لهذا الكون، وكيف يؤمنون بالقضاء والقدر، وكيف يتلقون الامتحان أو الابتلاء أو التمحيص الذي يكون من الله تبارك وتعالى. ثم شرع في التحرك في اتجاه المدينة، وركب على القصواء وأمسك بخطامها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. نترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام يتحركون في اتجاه المدينة، ونطير إلى المدينة نستطلع الأخبار وردود الأفعال، ما الذي جرى. طبعا اليهود وأهل النفاق يتابعون المعركة ويتابعون النتائج أولا بأول، لا على الشاشات ولا على المحاميل الآن ولا الإذاعات، ولكن كانوا على مقربة يشاهدون ليشمتوا، يعني يفرحوا في المسلمين. وبعد انصراف قريش يعني حصل بعض المقابلات وبعض الأخبار وصلت إليهم، فعلى التو والفور شنوا حملة إعلامية داخل المدينة شرسة كما يقولون. كعادة الباطل في كل زمان ومكان، يعني حينما يعجز يلجأ للإعلام، يلجأ للتثبيط للتحبيط للإرجاف لإحداث هزيمة نفسية، يقلب الحقائق يقلب الموازين، يعني يحاول أن يحدث الوقيعة والفرقة والشقاق والخلاف، يؤلب يضع عراقيل يضع عقبات يفتعل أزمات إلى آخره كعادة الإعلام. وسبحان الله، أمر يكاد يكون مضطرد كما يقولون في كل زمان ومكان. ما من وجه بين الحق والباطل إلا وتجد أن للإعلام وجهين، أهل النفاق واليهود هم الذين يتولون وسائل الإعلام المضادة التي تواجه أهل الحق في كل زمن ومكان. الآن حتى في هذا الزمن الذي نحن فيه، كما يقولون أن الإعلام على مستوى الدنيا في يد اليهود، وهم يعني يستعملون من
في بلاد المسلمين يستعملون أهل النفاق، وهذا واضح وجلي. يدعمون الجرائد والمجلات والفضائيات والشبكة العنكبوتية وما شابه ذلك، كل هذا بتخطيط يهود لبث الفساد ولبث الأرجاف إلى آخر هذه المعاني. فعلا تحركوا في المدينة بسرعة عجيبة، طبعا ليست وسائل الإعلام كالحديث التي عندنا الآن، ولكن تحركوا وبسرعة فأحدثوا جوا في المدينة عجيبا. هم ظنوا أنهم قد نجحوا لأبعد يعني مما كانوا يأملون، أن المدينة هاجت عن بكرة أبيها، أن المدينة ثارت، أن المدينة خرجت. تخيل من الذي بقي في المدينة من المسلمين؟ النساء والصغار الذين ردوا والأطفال وأصحاب الأعذار الذين لم يخرجوا، وإلا فمن وجد بعد ذلك فهو من المنافقين. ولكن نجحوا في تعبئة هؤلاء جميعا حينما صوروا أن مقتلة عظيمة قد حدثت، وأشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأن الأغلب الرجال الكبار من المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج قد قتلوا. وظلت يهود تتكلم، أما قلنا لكم أنه ليس نبي؟ هذا طالب دنيا، هذا طالب حكم، مرة ومرة جولة وجولة، واحدة له والأخرى عليه. أما قلنا لكم لو كان نبي ما جرى له ولأصحابه ما جرى؟ كلام طبعا إعلامي، تثبيط تحبيط إرجاف إلى آخره. أما أهل النفاق، أما قلنا لكم لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا، مش لنا موعدوا هنا؟ بلاش تطلعوا على ما نقتل أنفسنا؟ لم يسمعوا الكلام، وهكذا النتيجة. قلنا لهم هذا الكلام ابن سلول ومن بقي من المنافقين يقول نفس الكلام، إيش النتيجة؟ خرجت المدينة عن بكرة أبيها، أقصد من المسلمين رجالا ونساء، من أصحاب الأعذار، كبار السن، الصغار، الأطفال، النساء، حتى العجائز خرجنا. وخرجوا في مشهد المشاهد يقول الدنيا خربت، ياه دي ثورة عارمة، الكل خرج مفزوع والكل يجري، الكل يهرول ناحية أحد، موقف صعب جدا. كأنهم يعني نجحوا في مخططهم في إحداث ثورة شعبية وانقلاب شعبي على النبي صلى الله عليه وسلم حينما سيأتي، وفرحوا وتابعوا وظنوا أن هذا الخروج اعتراضا وتسخطا، اسمع على ما جرى ولكن انظر وتعلم. إلى آثار التربية، إلى آثار التأهيل، الإعداد الذي فيه توطين للنفوس على كل الاحتمالات. خرجوا لا اعتراضا، لا تسخطا، لا تذمرا، لا ثورة، ولكن خرجوا ليطمئنوا على رسول الله، خرجوا ليطمئنوا على القائد. وعلموا ويعلمون أن الدنيا هكذا، وأن سنن التدافع بين الحق والباطل بيّنت لهم هذا المعنى، وأنهم لا شك وإن وقع لهم وقع هذه المرة سيخرجون من هذه الكبوة وسيستفيدون وسيعودون الجهاد والانتصار. وهذا ما أعلموا به من خلال القرآن، مشاهد إيمانية وقعت في الطريق لا نظير لها من الحب، بل سمها ملحمة إن شئت، ملحمة في الحب لرسول الله لا نظير لها. في طليعة من خرج لتعرف أن الموقف فعلا كان ملفت للأنظار، امرأة عجوز تخطت 80 من عمرها، لا أقول لك تجري، بل قل طيرك الحمامة في طليعة الذين خرجوا من المدينة. من يراها؟ سعد بن معاذ في مقدمة يعني ناقة النبي عليه الصلاة والسلام يراها فيعرفها، أم سعد بن معاذ، امرأة عجوز تخطت 80 من عمرها، لها ولد شقيق سعد يسمى عمرو بن معاذ، عمرو بن معاذ قتل في أحد. فسعد يسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، يا رسول الله دونك أمي عزها في سعد أصغر أبنائها وكان من أحبهم إليها. تخيل، وكانت تحب حبا عظيما، وسعد يخشى أن تكون قد تأثرت من شدة حبها لعمر شقيقه، وكان شابا يافعا من شباب الأنصار. فلما اقتربت عزها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبشرها أنه في الجنة، اسمع إلى الكلام،
فبادرت بقولها: يا رسول الله، أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. خلاص، أهم شيء تكون أنت سليم. مصيبة سهلة وهينة، عمر أفضى إلى ربه. أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، هينة بسيطة لا تؤثر في. الحمد لله، معنى راقي، حب تفاني. انظر إلى مشهد آخر، امرأة من بني دينار كلما قابلها القوم عزوها في أبيها. أول حاجة: أبوك مات، اصبري واحتسبي. مشت شوية، مش دفعة واحدة، ده أخوك مات، اصبري واحتسبي. مشت شوية، ده زوجك مات، اصبري واحتسبي. وفي كل مرة، ويقال في رواية أن ابنها مات برضه، في كل مرة تقول: وماذا فعل رسول الله؟ سهل أبويا، زوجي، ابني، أخويا. في كل مرة تقول: وماذا فعل رسول الله؟ يقول: هو بخير يا أمة الله، ده هو سليم. تقول: أرونيه أنظر إليه، عايز أشوفه بعيني عشان أطمئن. فلما رأته قالت تلك الكلمات الرائعة: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. هينة هينة، أمر هين، أهم شيء أنت سليم. معاني للحب وللتفاني ولمعرفة الطريق ولمعرفة يعني طبيعة الصراع بين الحق والباطل أدت إلى هذه النماذج الفريدة. انظر إلى المشهد، وصلوا إلى المدينة، أهل النفاق صدموا بهذا المشهد، تأثروا بهذه المعاني وهذه النماذج. يا بعد هذا الجهد، بعد هذه الحملات، بعد هذا البذل الذي بذلوه. نعم، كما سمعتم في القرآن في هذه الليلة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، استمرارية لن تنقطع، الحرب مستمرة، الصراع مستمر، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يقول بعض علماء التربية: صدموا من هذا المشهد، مشهد الحب، كانوا يتوقعون مجرد أن يتقابل هؤلاء وهؤلاء أن تكون ثورة عارمة على رسول الله، على المهاجرين من الأنصار، من الأوس ومن الخزرج. انظر، فإذا بهم يرون هذه المشاهد الإيمانية الرائعة، صدموا صدمة عظيمة، لكن لم يكفوا ولم ينتهوا، واصلوا، وهم كعادتهم لا ييأسوا حتى ولو انهزموا في جولة، في جولات، يتحركون كما قلنا في البداية بقوة وبتصميم وبإصرار، لا يكلوا لا يملوا، مع أنهم على عقيدة فاسدة، مع أنهم من حطب جهنم. وأنت يا صاحب العقيدة الصحيحة، يا من تبغي الآخرة، يا من تعشق الجنة، أراك تتكاسل تتهاون إذا ما صدمت مرة أو تأثرت مرة أو وقعت مرة أو عرقلوك مرة. لا، لابد أن تواصل المسير وتعمل ولا تتأثر. الشاهد، وصلوا إلى بيوتاتهم في حالة كما وصفنا: دموع منهمرة، الجروح تنزف دما، إرهاق، حزن، هم، غم مما حدث. دخلوا إلى بيوتاتهم، يقول بعض الرواة: ما إن دخلوا حتى سقطوا على الأرض من الإعياء ومن التعب. نتركهم ونطير سريعا إلى قريش. إلى أين ذهبت؟ إلى أين وصلت؟ قريش عسكرت بعد حمراء الأسد بقليل، حوالي 7 ميل من المدينة، يعني حوالي 10 كيلو كده ماشي. فلما نظرت رأت أنها لم تصنع شيئا. إيه اللي أنتوا عملتوه؟ أنتوا تركتوا النبي حي، وبكر وعمر وكبار الصحابة أحياء، ماذا صنعتم؟ كانت فرصة أن نقضي عليهم بالكل، أن نستأصل الإسلام تماما من جذوره، لا نترك منه شيء. فجلسوا تشاوروا. أبو سفيان كان رجل داهية كما يقولون، رضي الله عنه، أسلم طبعا بعد ذلك. تخيل هنا معنى أريد أن ترتقوا إلى مستواه. صاحب الحق حتى وإن كان ضعيف، حتى وإن كان يعني معدوم الإمكانيات، حتى وإن كان محارب مضطهد في أي مكان، لكنه في حقيقة الأمر له في قلوب أهل الباطل صولة، له حس يرجف هذه القلوب، يجعلها دائما تخاف منه وتخشاه وتضطرب عند سماع ذكره.
مع أنهم انتصروا بمقياس البشر، مع أنهم الأقوى والأكثر، ولكنهم لما رأونه لم يصنعوا شيئا. هل نرجع إلى المدينة مرة أخرى؟ لا، الخوف دب في القلوب. ليه؟ أبو سفيان فاهم أن الناس دول مش طبيعيين، أن الناس دول متربيين. الذي حدث في أحد لا شك على تلك النتيجة التي حدثت عندما تركوا الأمر عن اجتهاد الله عن عمد، لكنهم استفادوا من الدرس أكيد. وإذا قيل لهم هيا لنخرج سيخرجون، سيقاتلون بنفس روح بدر وما كان. إذن هؤلاء القوم حتى لو كانوا في أضعف حالتهم لابد أن يعمل لهم ألف حساب. أنت الضعيف الآن، لا إمكانيات في يدك ولا حول لك ولا طول وقوة، الدنيا بأسرها تخشى من وصولك للحكم مع أنك يعني مقصقص الأجنحة كما يقولون، لم تأخذ كل الإمكانيات ولا كل الصلاحيات وليس بيدك شيء، ومع ذلك الغرب والشرق واليهود وغيرهم يخافون منك. وما لو مسكنا بجد كان إلا هيحصل، وما لو حققنا الخلافة كما أريد لها كان إلا هيكون، لكنهم يخافون من أهل الحق حتى لو كانوا في لحظات ضعاف عديم الإمكانيات يخافون منهم. أبو سفيان فهم القضية، في الناس متهورة عايزة ترجع تاني للمدينة، ويعرف أن الناس دول مش ممكن يتمانوا عن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ انتظروا، مر بهم رجل من سادات العرب فنادى عليه إلى أين؟ قال إلى المدينة. قال أرسلك برسالة تبلغها لمحمد على أن يكون لك عندنا جعل تأخذه من قابل، عايزك تبلغ رسالة لمحمد ولأصحابه وحندي لك عليها جائزة أو مال أو عوض في السنة الجاية. إيش هذه الرسالة؟ قال تبلغه أن قريشا رأت أنها لم تصنع شيئا وأنها تجمع إليك لترجع إليك لتستأصلك الآن. أنت تقول والله، طيب ما ده هو يأيد رأي الناس التانيين، يقول لك لا ده فاهم، هذه رسالة يريد بها تحبيط النبي حتى لا يخرج خلفه، لأنه يتوقع أن النبي سيخرج خلفه، لأنه يعلم أن النبي نعم لن يستسلم للهزيمة وقد يفكر في الخروج خلفه، وهو يخشى منه ومن أصحابه مع قلتهم ومع ضعف إمكانياتهم. حتى إذا ما سمعوا ذلك مكثوا في المدينة ولم يخرجوا خلفهم. شوف التخطيط، والرجل جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لازال لم يدع سلاحه بعد، لسه ما سلحش عدة الحرب. تخيل، فنادى مناديه وابلغه أن ينادي في الناس لنخرج خلف قريش، ولا يخرج معنا إلا من كان معنا في أحد. الله أكبر، الله أكبر. انظر إلى المعنى، سمعوا النداء، نداء دول لسه جايين، الجروح لا زالت تنزف، الدموع لا زالت تنهمر، الإعياء، الإرهاق، التعب، الموقف صعب وحرج، ما منهم إلا وجريح، ومنهم من هو مثخن بالجراح. ولكن إيش رأيكم، يقوموا ولا يتباطؤوا ولا يتكاسلوا، ولا نقول ما استفادوش من الدرس بتاع أحد؟ إيش اللي حصل؟ موقف صعب، موقف عصيب، موقف فعلا يحتاج إلى أن نفكر، إلى أن نتأمل. قاموا وهبوا بجراحهم، بدموعهم، بدمائهم، بحالهم، حتى أننا سمعنا هذا الحوار بين رجلين منهم في بيت من بيوتات الأنصار. سمع النداء وكان أخوين شقيقين، أصيب وكان الأول أكثر يعني إثخانا في الجراح من أخيه، فقال له أترانا نتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها؟ لكن أنت شايف أن احنا ممكن نقعد وما نمشيش؟ قال لا لا. قالوا لم يكن لهما ظهر، ما عندهمش ركوبة، فيش لا جمل ولا فرس ولا أي شيء خالص، وكان أحدهما لا يستطيع أن يمشي، مش العادي، معذور شرعا، ولكن اسمع، يقول أحدهما الأقوى الأصح، فخرجنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب أحمله عقبا ونمشي عقبا. عارفين يعني نشيله على كتفي شوية مسافة وننزله ونحاول نمشي شوية، ده رايح يعمل ايه وايه اللي هيقدمه؟
وإيه اللي حيبذله؟ مش قادر يمشي، يشيله على كتاف ويمشي بشوية وينزله شوية ويخط شوية. حتى أدركنا رسول الله في حمراء الأسد 7 أميال 10 كيلو ويشيله شوية ويحط شوية لغاية لما وصلوا إلى ذاك المكان. نزل فيها قرآن: إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إيش كانت النتيجة؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوء. الله أكبر. ما إن علمت قريش بخروجهم حتى فرت من معسكرها، تخيل، وانطلقت لا تلوي على شيء. بعض الروايات تقول لك إيه؟ تخففوا من أحمالهم من أزوادهم، بيرموا الدقيق ويرموا بعض المواعين ويرموا بعض الدروع ويرموا بعض الأسلحة عشان الإبل تجري وتسرح في الصحراء عشان ما يدركهمش النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت غزوة وكان انتصارا وكانت بداية لمعنى عظيم، أن الصحابة وعوا الدرس وتعلموا الموقف ولن يعودوا يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر أبدا أيا كانت النتيجة. ولذلك كانت انتصارات تلو انتصارات، بل فتوحات تلو فتوحات، بل أمجاد بعد أمجاد. لماذا؟ لأنهم تعلموا الدرس. وهل تعلمنا الدرس بعد أن استعرضنا أحد بهذه السرعة؟ يعني أنا كان بودي أن أبسط الحديث فيها ولكنها هذا باختصار. هل وعينا الدرس؟ وهل تعرفنا على أسباب النصر والتمكين فعلا؟ وهل علمنا أسباب الفشل والهزيمة فعلا؟ ما أحوجنا أن نعيش هذه المدارس الميدانية التي تربى فيها الرعيل الأول، ما أحوجنا إليها في هذه الغربة. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.